ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهارده هوريكم فيه لفه الحجاب دي اللي هي تنفع للسواري وتنفع للخطوبه، بالماتيريال اللي هتستخدميه، بكل حاجه، بالتفاصيل. تابعوا الفيديو للاخر، ما تنسوش لايك شير سبسكرايب، وتفعلوا الجرس، علامه الجرس كده دوسوا عليها عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي انا هنزلها. وتابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك، هنزل لكم اللينكات تحت الفيديو. يلا بينا نبتدي. اول حاجه انت ممكن تحطي بندانه قطن تحت كل ده علشان تبقي مرتاحه نفسيا ان مفيش حاجه هتتحرك او كده. فدي بندانه قطن اللي هي البندانه السوري اللي مفتوحه من ورا. انت عايزه الحته دي تبقى عندك فوليوم شويه، بتحطي من تحت سفنج زي ده، سفنج بتحطيه تحتها وبتلبسي البندانه القطن دي. اسمه تول ستريتش او تول طري، بتجيبيه من اي محل قماش، بتجيبي متر او متر الا ربع. يعني انا ده جايباه متر الا ربع وده ربع، يعني انا اخدت متر وخليتها تقسم لي من ربع ده عشان اعمل بيه البندانة، علشان طبعا ما بقاش لابسه بندانة قطن تحت البتاع، يعني فاللي هو ملهاش علاقة، يبقى حاجة نفس اللي انا لابساه كده، وبربطها من ورا جامد عشان تبقى متثبتة وما تتزحلقش. والباقي ده بقى ممكن تلفيه من ورا يديكي كمان الفوليوم اللي انتي حابة ان انتي تعمليه لو هي كبيرة. يعني بعد كده بجيب الطرحة بتاعتي بتنيها كده، هجيبها نصين. ما تيجي تستخدمي دبابيس استخدمي الاحسن الدبابيس دي اللي هي من غير راس عشان ما تبقاش في دبابيس باينه من الطرح، وهدخلها في الطرحه القطن بقى والبندانه وكل اللي انا عاملاه ده. هي البندانه هي الطرحه، وتقومي ربطاها من ورا في الدبوس اللي هنا عشان الطرحه ما تتفكش مني. خطوبه بتحطي تاج صغنن، حاجه كده صغنطوطه. انا عايزه تثبتيه بقى بدبوس برده نفس الدبابيس اللي انا حاطاها اللي من غير راس دي. بصوا في حلقه بتبقى في التاج هنا دايره، طبعا عشان انا مش هشوفها، هيدخل لك الدبوس من الطرحه يشبكها في الحلقه دي ويطلعها ويدخلها تاني في الطرحه على اساس ان هي تبقى ماسكه التاج. بس كده دي كانت لفه الحجاب. الميك اب ده هتلاقوه نازل في فيديو تاني القناه، وانتوا هتلاقوا كل الفيديوهات بتنزل عليها، وقولوا لي محتاجين ايه تاني اعمله لكم. وبس كده، ما تنسوش لايك شير سبسكرايب، وتروحوا تتابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك، هحط لكم كل اللينكات تحت. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.